كل الخير والرضا دوما يتجدد اللقاء. خلونا نقول ان العنوان في المرحلة دي تحديدا هو التشغيل، والتشغيل يعني فرص العمل، وفرص العمل ليها طرفين على الاقل ان ما كانوش اكتر. الطرف الاولاني هو الراغب في العمل، فهل يا ترى كل المتعطلين راغبين في العمل ولا حاطين شروط للعمل؟ في فرق. والطرف الاخر هو سوق العمل نفسه بمتطلباته. علشان كده لازم ناخد بالنا ان الحكاية مش من طرف واحد، وان الحكاية عنوانها مش عنوان واحد، ده في على الاقل طرفين اذا ما كانش في اطراف متعددة. علشان كده لو قلتلكوا ان ثلاث وزراء قاموا بتوقيع بروتوكول تعاون علشان يوفروا هذه الفرص، والوزراء الثلاثة هم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، ووزير التجارة والصناعة، وكمان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. والحقيقة أن البروتوكول ده هو لتوفير برامج للتدريب وللتوظيف، وقالوا أن هم هيركزوا أكتر على المحافظات اللي انتشرت فيها ظاهرة الهجرة غير الشرعية. المؤتمر ركز ما بين الوزراء الثلاثة على فكرة تطوير وتنفيذ برامج للتأهيل وللتدريب وللتوظيف تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وقالوا انهم هيشتغلوا على توفير 2000 فرصة عمل لشاب وشابة كمرحلة اولى. يعني 2000 فرصة دول مرحلة اولى، ده معناه ان في مراحل اخرى، خاصة لو قلتلكوا ان البروتوكول ده هيشتغل لمدة 3 سنين، يعني مكمل معانا في مراحل مختلفة لمدة 3 سنوات. وفرص التدريب بتاعته هتدعم فكرة المشروعات الصغيرة وتشجيع للشباب على ازاي يتوائموا بين ما يريدون وما هم مؤهلين له، ايه مهاراتهم وسوق العمل. علشان كده تعالوا نسمع وزير التجارة والصناعة وهو بيتكلم عن هذه المبادرة وهذه الفرصة، علشان لكل اللي بيدوروا على فرص شغل، لان الحقيقة في كل الاسئلة اللي جات لنا بعد لقائنا مع صفحة وزارة القوة العاملة، مازال المصريين بيسألوا نعمل ايه؟ ادخلوا على الصفحة، ومن الصفحة هتشوف ايه الفرص المتاحة، وبناء عليها هتقدم، والتقديم زي ما اتقال. علشان كده دلوقتي واحنا بنسمع اعلان هذه المبادرة اللي في اول مرحلة ليها بتوفر 2000 فرصة تدريب لسوق العمل وتنمية مهارات للي راغبين في العمل، مهم جدا نعرف ازاي هنتواصل مع هذه المبادرة. أهمية هذا البروتوكول، إحنا عندنا بطالة، والبطالة بتؤدي إلى هجرة غير شرعية. البروتوكول ده هدفه إن هو يمرن 2000 و2000 شابة في المحافظات الأكثر مصدرة للهجرة غير الشرعية. إحنا في وزارة التجارة والصناعة عندنا خريطة الاستثمارية موجودة على موقع الوزارة، بتحدد لكل محافظة إيه هي احتياجات العمالة في هذه المحافظة، وهي احتياجات التدريب في هذه المحافظة. الاتحاد الأوروبي كجزء من برنامج تيفيت اللي إحنا بنشرف عليه كوزارة التجارة والصناعة، هيوفر تمويل لحوالي 2000 شاب وشابة للتدريب في هذه المحافظات، بغرض تشغيل العمالة بناء على احتياجات هذه المحافظة وبناء على احتياجات خريطة الاستثمار الصناعي. عشان كده بيبقى في تعاون ما بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الهجرة، لأن هي بتحدد المحافظات الأكثر هجرة، ووزارة التربية والتعليم اللي هتساعد في التدريب الفني. احنا في الوزارة بنوفر التدريب الدعم الفني لهذا التدريب اللي هيتم في وزارة التربية والتعليم في المحافظات اللي احنا بنحددها. ان شاء الله على حسب ما احنا، لو احنا خلصنا ال 2000 شاب وشابة، يعني ممكن يتم في خلال 6 أشهر البرنامج. لو نجح بنقدر نكمله، وممكن نحصل على تمويل آخر عشان نقدر نستمر فيه، لأنه ده في مصلحة الطرفين، في مصلحة لينا لأن احنا بنشغل وبنضرب العمالة المصرية، وفي مصلحة طبعا للاتحاد الأوروبي أنه بيمنع الهجرة غير الشرعية.